وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المهندس شوقي جمعة المنديل، مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة التشغيل وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية. مهندس شوقي، بداية نرحب بك، ويعني هل لك أن تطلعنا على الخطى الاستباقية التي وضعتها الوزارة لمواجهة تجمعات مياه الأمطار؟ مساء الخير ومرحبا بكم جميعا وجميع المشاهدين. بالنسبة لوزارة الأشغال، قامت الوزارة هذا العام بتطوير خطة طوارئ وآلية للاستعداد لموسم الأمطار في مملكة البحرين لموسم عام 2019 و2020، وذلك من خلال أولا حصر جميع أماكن تجمعات مياه الأمطار خلال المواسم الماضية وتحديد أولوياتها، كما تم تحديد مواقع التخلص من هذه الأمطار المياه المتجمعة لأقرب مخرج مائي، حيث يتم تصريف المياه في الوديان أو البحر أو في القنوات المائية المفتوحة القريبة. كذلك تم حصر القوى العاملة والمعدات وتخصيصها بشكل أمثل حسب الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الوزارة. إضافة إلى ذلك، لدى الوزارة خطة سنوية، وذلك ببرنامج صيانة دوري على مدار العام بتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار والشبكات وتجفيف خزانات التجميع في كافة محافظات المملكة. كما أن هناك تنسيق مشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة مثل الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والمجالس البلدية، وكذلك اتصال مباشر مع إدارة الأرصاد الجوية لاطلاعنا على حالة الجو خلال الفترة، وكذلك وزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء لكي نقوم بتحديد أولويات هذه المناطق. خلال هذا العام تم تشكيل 4 فرق منفصلة للأمطار، فريق في كل محافظة. الفريق يضم مسؤولين رفيعي المستوى درجة وكيل وزارة، مساعد أو مدير من الأشغال، ومدير عام بلدية المنطقة نفسها، ويضم الفريق مهندسين من كافة القطاعات مثل الطرق والصرف الصحي ومسؤولين النظافة في البلديات المعنية. كذلك معهم فريق مساند من الفنيين متخصصين في هذا الشأن. الوزارة عندها أيضا خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى للحد من مشكلة تجمع مياه الأمطار في المناطق، مثل إضافة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق الحديثة اللي يتم إنشائها حديثا أو اللي يتم تطويرها من ضمن نفس مشروع الطرق. إضافة إلى ذلك، إحنا نقوم بشكل دوري بتوعية المواطنين، وذلك بنشر أرقام للتواصل للتبليغ عن أي شكوى أو خلل. والوزارة لديها مركز يعمل على مدار العام، مركز تحكم لشبكة الصرف الصحي، وهناك خط ساخن يتلقى الاتصالات عن طريقه لكل مشاكل الصرف الصحي على مدار العام. إذا مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس شوقي المنديل، شكرا جزيلا لك.